اختار اني اتحكم في ماما ولا بابا؟ لازم تختاري تتحكمي فيا طبعا، زي ما انتي عارفة باباكي متوفي اصلا. طيب يلا انا رايحة المطبخ. بصراحة انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل لو اخترت بابا. انا اسفة يا ماما، يا رب ما تعرفش. اختار اني البس ابيض ولا اسود؟ انا بحب الاسود قوي، فطبعا هختار الاسود. بطاطس ولا مكرونة؟ انا بحب المكرونة فهختارها. ما هي انت اخترتي تتحكمي في مين؟ اخترت اني اتحكم في بابا. باباكي؟ هو مش باباكي متوفي اصلا؟ ايوه، امال ازاي اخترتي انك تتحكمي فيه؟ وايه المشكلة؟ انت عارفة انه يظهر لك انك تتحكمي في باباكي وهو ميت ده معناه ايه؟ معناه ان باباكي اصلا ده معناه ان بابا لسه عايش وماما كانت بتكذب عليا. يخرج من البيت ولا يفضل فيه؟ لا يخرج، عشان بالطريقة دي هيبقى اسهل نلاقيه. مي، ماما، انا مش مصدقه انك ما سمعتيش كلامي. انت اخترتي تتحكمي في باباكي؟ ايوه بصراحة اخترت بابا. انت ازاي تعملي كده؟ انا مش قلتلك اختارين انا؟ ماما انا عرفت ان بابا لسه عايش وانت كنت بتضحكي عليا. مي انت ما تعرفيش حاجه، فضولك ده هيخليكي تندمي. هي ماما قصدها ايه؟ يجي على البيت ولا يروح المول؟ يجي على البيت واخيرا هشوفه. هي ماما بتصوت ليه؟ يمكن فرحت عشان شافت بابا. انت اللي خليتيه يجي البيت مش كده؟ ايوه مي صدقيني هتندمي. ما تفتحيش الباب، ما تفتحيش. استني بنتي، واخيرا شفتك. انا كنت بدور عليكي من زمان واخيرا لقيتك. يلا انا هدخل. يحبني ولا يحب ماما؟ هختار يحب ماما عشان هي زعلانه دلوقتي. بابا انت بتقطع شرط العيله ليه؟ هات. انت ازاي تشديها مني كده؟ ايه ده؟ مين اللي قطع الصورة دي؟ دي مي، لقيتها بتقطعها، مش عارف بتاع. ازاي تشديها مني كده؟ ايه ده؟ مين اللي قطع الصورة دي كده؟ دي مي، لقيتها بتقطعها، مش عارف بتعمل كده ليه؟ هو بابا بيعمل كده ليه؟ معقول ماما يبقى معاها حق؟ بابا يبقى على طبيعته ولا مزيف؟ على طبيعته، ممكن يبقى أحسن من كده. مي انت اخترتي ايه؟ اخترت انه يبقى على طبيعته. يا لهوي ازاي تعملي كده؟ انت ما تعرفيش ده معناه ايه؟ يلا نهرب بسرعه. تهربوا؟ مش بالسهوله دي. مش قلتلك هتندمي؟ كان بيمثل اهو، بان على حقيقته. لو سمحت سيبنا نمشي. مش قبل ما تعملي اللي هقولك عليه الاول، والا مش هتمشي من هنا. اعمل ايه؟ اقتلي مامتك. شفتي نتيجه انك ما سمعتيش كلامي؟ انا اسفه يا بابا، بس انا لازم اعمل كده. تعملي ايه؟ كنا